لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم. ياسين من الأحرف المقطعة في أوائل السورة، حرفان ياسين، وهذه الحروف المقطعة الجمهور على أن تفسيرها أن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، يعني تفسيرها الله أعلم، الله أعلم بالمراد منها، هذا تفسير الجمهور. ومن العلماء من يقول أن هذه الحروف المقطعة هي من الحروف التي ينتظم منها كلام العرب للحروف الأبجدية، فيتحداهم الله عز وجل أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين وأنتم تكذبون. فمنهم من يقول هذا مفترى، هذا سحر، هذا شعر، هذا كهانة، وهذا من جنس كلامكم، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله أو تأتوا بعشر صور من مثله أو تأتوا بصورة من مثله؟ فلم يستطيعوا، فهذا تحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كذلك ياسين كما ذكرنا حرفان، ليس اسما للرسول صلى الله عليه وسلم. إن في ناس بتسمع عيالها ياسين على إن ده اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هما حرفان، ياسين حرفان من الحروف المقطعة في أوائل السورة. ويذكر الله عز وجل بعد هذه الحروف القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يذكر الله عز وجل بعدها القرآن، فيقسم الله عز وجل بالقرآن: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الحكيم يعني المحكم، القرآن كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، فهو كتاب محكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقسم، إيه جواب القسم؟ إنك لمن المرسلين. ينتصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لمن المرسلين. شوف قسم، وإن حرف مؤكد، حرف توكيد، لمن المرسلين، واللام لام توكيد، على صراط مستقيم، يعني على طريق مستقيم ونهج قويم صلوات الله وسلامه عليه. إذا مدح الله عز وجل كتابه، ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم، ومدح منهاجه الذي هو صراط مستقيم موصل إلى الجنة، القرآن الذي يتبعه يهبط به على رياض الجنة.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق تلاوته، حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل نزل كتابه الذي هو صراط مستقيم، وكذا هذا الدين الذي أمر الله عز وجل عباده أن يعملوا به، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا مما يجب اعتقاده. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لما العرب لم يرسل إليهم رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كانت الرسل في بني إسرائيل. أما العرب لم يأتهم رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولذلك يسمى هؤلاء أهل الفترة قبل أن يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أهل الفترة؟ يعني فترة انقطاع بين الرسل، ولم يأتهم رسول. ولكن العرب دول أنواع، أهل مكة كانوا يعلمون الحنيفية، أهل مكة كانوا يعلمون ديانة إبراهيم عليه السلام، وأهل المدينة أهل يثرب كانوا يعلمون عبادة الله وحده لا شريك له من اليهود الذين سكنوا معهم في يثرب. عدا ذلك كانوا يعبدون الأصنام ولا يعلمون شيئا. هؤلاء يوم القيامة يختبرون في عرصات القيامة، يقال لهم ادخلوا النار رحمكم الله، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. يقال لهم ادخلوا النار فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، إن أبوا فهم من أهل النار. لكن الذي يعلم ملة إبراهيم عليه السلام هذا مات كافرا إذا عبد الأصنام، عبد الأصنام ومات على ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول على أكثرهم يعني قول الكفر، وهذا مكتوب عليهم فهم لا يؤمنون. فما من واحد منا إلا وقد كتب كتابه وفرغ منه. يعني أهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون، نحن لا نعلم، نحن مكلفون بالعمل، مكلفون بأن ننجي أنفسنا من النار وأن نعمل للجنة. والله عز وجل جعل لنا قدرة وإرادة تقع بها أعمالنا، كل منا يعمل بقدرته وبإرادته. أنت عايز كذا بتعمله، مش عايز كذا بتسيبه، لك قدرة ولك إرادة يقع بها عملك، وهذه القدرة والإرادة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. عامل زي إيه؟ دي مربوطة كده لرقبته،
في عنق، في غل، حاجه ماسكاهم كده، مربوطه مربوطه كده كده. فرقبته مقمحه، مقمح يعني مرفوع الراس، او ده ما يقدرش يبسط ايده، ما يقدرش، حاجه من واحد متكتف كده. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، يعني سدا عن الهدايه. الهدايه بيد الله وحده، لذلك الانسان يفضل في شكر لله عز وجل على ان الله هداه للاسلام، لان هذه منه، هذه بيد الله وحده، وان الله جعلنا نعبده وحده ولا شريك له، ان ربنا سبحانه وتعالى ما اضلناش. في ناس بتعبد فران، في ناس بتعبد بقر، يبقى تخيل انسان ربنا كرمه تكريم ده كله ويسجد لفار ولا يعبد بقره، لان ده عزا بالله ضل. الانسان لما ربنا يضله، اللي انت شايفه غلط ده هو شايفه صح. كذلك زينا لكل امه عملهم، الشيطان زين لهم ما يفعلونه، ان هو ده الحق وهو ده الدين الحق، اللي بيعبد فار واللي ما يعبدش الفار ده يبقى كافر. شوف بص، كذلك زينا لكل امه عملها. فربنا سبحانه وتعالى ينجيك انت من وسط البشر ده، ويجعلك مسلما اسلمت وجهك له سبحانه وتعالى، وان تعبده وحده لا شريك له، وان انت ترى الامور على جليتها، ترى المعروف معروفا والمنكر منكرا، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يؤمن أن المشيئة بيد الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثم يخبر عز وجل أن هؤلاء سواء عليك، متساوٍ عندك، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اللي هو ربنا كتب عليه الضلال، بس انت لازم تنذرهم. مش معنى كده انك انت لا تدعوهم الى الله، لا، ان احنا لا ندري بما تكون الخاتمة، ان عليك الا البلاغ. هداية الناس هذه بيد الله ليس بيد بشر، انما عليك البلاغ، تبلغ، تنصح، ترشد، تعظ. اما الهداية واخذ القلوب الى الله عز وجل هذه بيد الله وحده. وفي لمحة تأتي الصلحة مع الله، في لحظة كده سبحان الله تلاقي الإنسان ربنا فتح عينيه لحظة وفتح قلبه في ثانية كده، وينقلب إنسانا آخر، بعد ما كان كافرا أصبح مؤمنا، بعد أن كان ضالا أصبح مهتديا. هذه بيد الله وحده لا شريك له، ليست بيد بشر، إنما البشر عليهم إيه؟ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وكذا أيضا تهدي إلى صراط مستقيم. الهداية، هداية القلوب بيد الله. طب والرسل وأتباع الرسل عليهم هداية الإرشاد والبيان. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الذي ينتفع بالذكر هذا هو مين؟ الذي يتبع، إنما الذي ينتفع بالإنذار والبلاغ من اتبع الذكر، اللي هو اتبع ما أنزله الله على رسوله. وخشي الرحمن بالغيب، يعني إيه خشي الرحمن بالغيب؟ الله غيب، مش حد شاف ربنا، مش حد شاف ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الله جعل لنا آيات تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل حاجة في كون الله تدل على الله، مش حاجة سبحانه، يعني أبسط حاجة، أبسط حاجة كده،
إن ما من موجود إلا وله موجد. أبسط حاجة تدل على الله عز وجل، فيش حاجة موجودة أبدا حد يقول أنا أوجدتها. بل شوف سبحان الله، شوف خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن المرأة لما تكون في العدة، فقال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. بص الآية، ما خلق الله في أرحامهن، يعني هو مني في رحم، مني في رحم ربنا اللي يخلق ما خلق الله في أرحامهن. يبقى ربنا اللي خلق في الرحم، خلق ايه؟ الانسان ده، خلقه في الرحم. يبقى ده ايه هو مني كده، مني في رحم بقى جاب ولد كده؟ لا طبعا، انما الله خلق بهذا المني في الرحم ولدا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا جعل دلائل على أنه سبحانه وتعالى الإله الحق المعبود وحده لا شريك له. لذلك قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله. إحنا نفكر في إيه؟ في نعم الله، نفكر في خلق الله، نفكر في الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى، يزداد العبد إيمانا. طب اللي هو بقى اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم اللي هي الجنة. إنا نحن نحيي الموتى يوم القيامة ونكتب ما قدموا وآثارهم. في ملكين بيكتبوا علينا كل حاجة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك آثار الإنسان، آثار الإنسان دي يعني آثار الإنسان اللي هو أثر الإنسان في الطاعة أو المعصية. يعني أنت شوف ماشي كده، ماشي أهو على الأرض جاي المسجد، ماشي على الأرض جاي المسجد، في أثر لرجلك على الأرض، أثر لرجلك على الأرض، الملائكة بتكتب الأثر ده، وتفضل الحسنات تكتب لك لحد ما الأثر ده يتمحى. تخيل بقى أنت لو ماشي في طينة، وشوف الأثر ده هيفضل كم يوم لحد ما يتمحى، وده بيتكتب لك لو أنت ماشي فين؟ في طاعة. طب ولو ماشي في معصية؟ تكتب لك معصية، يتكتب عليك سيئات الأثر ده، سيئات وانت ماشي كده رايح للمعصية دي، في أثر على الأرض يتكتب لك، كتب عليك عياذا بالله. كان في مكان فضى جنب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا بديارهم، يجيبوا عيالهم وزوجاتهم ويبني لهم مكان في المكان دوت، ويبقى القبيله بتاعتهم جنب المسجد. القبيله دي بعيده عن المسجد، ارادوا ان هم ينتقلوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك فسالهم، فقالوا كذلك، يعني هم يريدون الانتقال. فقال صلى الله عليه وسلم بني سلمه دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم، شوف هي بعيدة، الزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني إلى المسجد. شوف هو يمشي إلى المسجد قد إيه، وأثر ده يكتب له. فسبحانه فضله عظيم. يبقى الإنسان يخلي باله قبل ما تمشي مشوار، قبل ما تمشي خطوات، الخطوات دي في طاعة الله ولا في معصية الله؟ في طاعة الله أبشر، في معصية الله لا.
إياك أن تمشي رجلاك إلى معصية الله، إنما امشي في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ممن والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. ثم أذكر الله عز وجل قرية أرسل الله إليها رسلا يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فما كان من أهل هذه القرية إلا أن كذبوهم وفعلوا لهم، يعني إن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. الرسل دول ما همش وظيفة إلا إيه؟ البلاغ المبين الواضح. قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني إذا أصابتهم بلية أو مصيبة قالوا هذا بسببكم بشؤمكم، نحن متشائمون منكم، أنتم السبب، أنتم السبب إن اللي أصابنا ده. فقالوا لهم إيه؟ بيهددوهم بقى، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، يعني طائركم معكم، يعني ما أصابكم بسبب ذنوبكم. حاجة عجيبة، الرسل الذي يأمرونكم بعبادة الله وحده ولا شريك له، الذين يدعونكم إلى الطاعة، يدعونكم إلى كريم الأخلاق و والسجايا والآداب وحسن الأفعال، هؤلاء يكونون سببا في مصيبة تنزل عليكم؟ لا، إنما المصائب هذه بسبب الذنوب والمعاصي بسبب الكفر. إنما الخير كله يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. أين ذكرتم؟ أي بسبب أن ذكرناكم، بل أنتم قوم مسرفون، يعني أسرفتم على أنفسكم بالذنوب والمعاصي. والله أعلم. نكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني كان الناس على الإسلام، معنى كلمة أمة يعني على دين، أمة واحدة يعني على ملة واحدة. امتى بقى الناس ديت؟ من اول سيدنا ادم الى سيدنا نوح 10 قرون كانوا على الاسلام. فحدث اختلاف في قوم نوح عبدوا الاصنام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى امتى حصل بعث الرسل؟ لما حصل عبادة الأصنام. عبادة الأصنام هذه كانت في قوم نوح، أول قوم غيروا الملة وعبدوا الأصنام هم قوم نوح، فأرسل الله فيهم رسولا منهم ونوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وده كان أول رسول إلى أهل الأرض. يبقى ده معنى كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا على ملة واحدة. فبعث الله النبيين، يعني لما اختلفوا، لما عبدوا الأصنام، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون من آمن بالمغفرة والثواب العظيم، وينذرون من كفر. مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب، يعني كل رسول ربنا أرسله بكتاب، هذا الكتاب فيه عبادة الله وحده لا شريك له. في حد عنده سؤال؟ خلاص كده. يعني الأهل الكتاب، وده إمعان في ذمهم أنهم افترقوا في دينهم بعد أن جاءتهم البينات، فالمفروض البينات تجمعهم وتجمعهم على عبادة الله وحده لا شريك له، إنما افترقوا بعد أن جاءتهم الكتب. الكتب دي يعني التوراة مثلا فيها بينات، فيها حجج واضحات، فيها الحق. تفرقوا ليه بقى؟ بغيا وحسدا
وحبا للعلو والرئاسة في الأرض، فاختلف اليهود على 72 ملة كما قال صلى الله عليه وسلم، واختلفت النصارى على 72 ملة من بعد ما جاءتهم البينات. يبقى البينات المفروض انها تجمع. ايه اللي يفرق؟ اللي يفرق الضلال، الضلالات هي اللي تفرق، لكن عمر ابدا البينات والهدى من الله عز وجل تفرق الناس. طب البينات موجودة، طب ليه بيتفرقوا؟ في أسباب للتفرق، من هذه الأسباب ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه. أول سبب بغيا بينهم، البغي اللي هو الظلم والتعدي والحسد وحب الرئاسة في الأرض ويبقى هو الرئيس، هو ده اللي خلاهم اختلفوا في دينهم وتفرقوا. وفي برضو من الأسباب اتباع الآباء والأجداد. يعني إيه؟ يعني يقول لك إنا وجدنا آباءنا على أمة، إحنا طلعنا لقينا آباءنا وأجدادنا بيعبدوا الحاجة دي، أو هو ده دينهم. ده من أسباب أيضا الضلال وأسباب التفرق. فده هنا الآية هنا بتذم أهل الكتاب أنهم تفرقوا في دينهم من بعد ما جاءتهم البينة، والبينة هنا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو يعلمون صفته من كتبهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خير بينة، وكذلك القرآن الكريم يجدون صفته في كتبهم، والصحابة كذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم، وسيدنا عمر رضي الله عنه موجود وصفه في كتبهم، وكل هذا كتموه، لذلك ذمهم الله عز وجل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فده معنى الآية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.